صاحبة وكالة وهمية للسياحة بالمغرب تنصب على عشرات الضحايا، والنيابة والعامة تتابعها في حالة اعتقال. خلال الأسبوع الجاري شهدت المحكمة الابتدائية بتطوان المغربية انطلاق الجلسة الأولى من محاكمة موظفة بقطاع التدبير المفوض بالمدينة بتهمة النصب والاحتيال على عشرات الضحايا وإهامهم بتنظيم رحلات سياحية بأثمان مغرية ومنخفضة. تفاصيل القضية تعود حينما تقدم مواطنون بشكايات إلى وكيل الملك ضد الموظفة بسبب تهربها من الوفاء بالوعود التي قدمتها لهم ورفضها إعادة الأموال التي توصلت بها إلى المشتكين، مبررة ذلك بتعرضها للإفلاس بعد فشل مشروعها الوهمي وفق ما ذكرته صحيفة والأخبار المغربية. السلطات المغربية تمكنت من إلقاء القبض على صاحبة الشركة الوهمية التي تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، وتقرر متابعتها في حالة اعتقال بتهمة النصب والاحتيال وتحصيل أموال من الغير دون الوفاء بوعودها. في المقابل يطالب دفاع الضحايا بالبحث عن مآل الأموال التي تم تحويلها إلى المتهمة والكشف عن كواليس قيام صفحات فيسبوكية ومؤثرين بإشهار واسع للوكالة الوهمية. شاركنا رأيك.